طيب بالنسبة للمؤتمرات بقى، عندنا الجاليات المصرية بالخارج عقدت عدد من المؤتمرات الداعمة للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خلال الأيام اللي فاتت، وأعلنهم طبعا تأييدهم ليه، سواء بنتكلم على النمسا، على إيطاليا، في هولندا كمان، في عمان برضو كان في ندوات، كمان في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك تحديدا برضو، دي كلها كانت اجتماعات أو مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.